محمد الشرنوبي من عيلة فنية مؤصلة، هو ووالده وعمه كلهم يعني معجونين بالمزيكا وبالفن. فاروق الشرنوبي ابنه محمد الشرنوبي، صلاح الشرنوبي ابنه رامي الشرنوبي. أيوة. فاحنا معانا محمد الشرنوبي ورامي الشرنوبي في تكملة للحوار. خلينا نكون مع مهندس الصوت بالاساس والاداري رامي صلاح الشرنوبي. اهلا 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 يا رامي. ازيك؟ اهلا ازيك. اتفضل يا رامي. ابناء العم. اهلا بيك. انت رامي، انت اساسا مهندس صوت وبتشتغل اداري في احدى كبريات الشركات، شركات تطوير العقارات. مين انت؟ ابن عمه الكبير صح؟ انت اللي كبير قصدي يعني. ماشي. الصراحه يعني الحقيقه بس بيكبرني قوي محمد اصلا. طب قدم لنا بقى محمد ابن عمك الصغير، يعني قول لنا كده وضعه في العيله عامل ازاي، مشاكله كانت ايه. الفكره ان احنا واحنا صغيرين كان الفرق ان انا بستغله استغلال سيء جدا، يعني ما شاء الله عليه زي القمر. حلوه. كنت طفل. لا طفل بقى. طفل. لا لا قمر قوي. قمر حلو قوي. كيوت. قوي. شعري طويل كده وقصه كده وبتاع. يا الله. وكان طفل خجول ولا شقي؟ لا كنت بتستغليه في ايه بس عشان ناسي اصلا؟ انا مؤاخذه يا استاذ. انا معلش. بتستغليه في ايه؟ انا مش عارف الحوار ده. ايام المدرسه. لا عارفك يا راجل. ايام المدرسه الصراحه. المدرسه بصراحه. اشيله. وانزل في البريك او انزل بعد اليوم المدرسه، فطبعا يسرح بيا بقى طبعا. يعني اصحابي الولاد والبنات. كنت في نفس المدرسه؟ كنا في نفس المدرسه. دي عصابه جدا. ده انت عصابه بقى. العيله كلها تقريبا دخلت نفس تاخد المدرسه. تاخد ابن عمك الصغير انت بقى كيوت قوي. الحنون بقى وكده. عشان هم يحنوا عليه فانا ابقى يعني الولاد والبنات يجوا يسلموا على محمد. فايه ده ما شاء الله كيوت قوي. فقال لهم محمد ابن عمي. على فكره ابن عمي وابن خالتي. بتعمل يعني صداقات وعلاقات على ما شاء الله. خدت كتير من وراه. على اكتاف الولد البريء. لا من وراه خدت كتير. جدع. هو انتوا قرايب يعني ابناء عموم بس؟ بصي بقى يا ست. انا ورامي ولاد عم. ولاد خاله. ازاي؟ علل. ايوه ايوه علل. ازاي؟ امي وخالتي متجوزين ابويا وعمي. اختين اتجوزوا اخين. ايوه. ايوه بعد التعليل بتاع. انا عارف ايه ده يا استاذ. ده انتوا يعني زيتكم في دقيقكم جدا. فاحنا بس انتوا اختاروا تقول ان هو ابن عمك، وان هو ابن خالتك كمان. والله احنا اولاد خاله اكتر. احنا اولاد خاله اكتر فعلا. انتوا اولاد خاله اكتر. ناحيه الام تكسب اكتر. لا اولاد خاله اكتر. طب انت اشتغلت مع مطربين كتير وموسيقيين كتير بحكم ان انت كنت مهندس صوت. دي حقيقة. مين اللي اشتغلت معاهم يا رام؟ يعني انا بفخر جدا ان انا اشتغلت مع الاستاذ العظيم الكبير فؤاد المهندس. اشتغلت طبعا مع العظيمه ورده الجزائريه. خرابي. طبعا. يعني دي وكان بينها وبين صلاح او بين ابويا يعني دول عملوا شغل. عمل شغل كبير قوي، فده كان واضح لكل الناس. بتونس نار الغيره. هي يعني هو مشوار طويل. لو في حاجات تانية طويل. كمان ما خدتش حقها كانت حلوه قوي. يعني في اغنيه اغاني بقى في مسلسل كانت وحدي بقى وبنتي وخليك معايا. خليك معايا. ابيض. اشترك في باقات واتشت الشهريه بتبدا من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنويه تبدا من 150 جنيه.